ابدأ صباحك بذكر الحسين، واختم نهارك بذكر الحسين، فسرعان ما تشعر بجذبة الحسين الربانية، حيث تجرك إلى روحه الطاهرة الزكية عند جده المصطفى في حظيرة القدس. كل راية تنصب في قضية الحسين هي شوكة في عيون الشياطين، يشعر بأوجاعها أتباعهم في كل مكان. ألا ترى كيف يجن جنونهم في أيام عاشوراء؟ عاشوراء فصلت بين الزيف والحقيقة، وبين النفاق والإيمان، وميزت المؤمنين عن المنافقين، والصالحين عن الطالحين، والأولياء عن الأدعياء إلى أبد الدهر.